وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع بعد المئة الأولى من كتاب الأدب المفرد لإمامنا محمد بن إسماعيل البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري عليه من الله شاببه رحمة ورضوان. باب نفقة الرجل على عبده وخادمه صدقة، يعني النفقة على لما أنفق على الخادم اللي عندي هذه صدقة، العامل اللي عندي. وبه إليه قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا بقية قال أخبرني بحير بن سعيد، في النسخ الخطية ابن سعد، بحير بن سعد، نعم، عن خالد بن معدان. خالد بن معدان إمام محدث تابعي ومجاهد أيضا. عن خالد بن معدان عن المقدام سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أطعمت نفسك فهو صدقة. هلا نحن لما بناكل شو ننوي؟ نويت التقوي على طاعة الله، إذا أنا أتصدق على نفسي. أنا آكل، يعني الأكل ليس مجرد شهوة للطعام، حتى الزواج، حتى لما الإنسان بجامع زوجته ينوي بذلك أن يحصن نفسه عن الحرام، وينوي بذلك أن يحصن زوجته عن الحرام، ففي نية في نية تحول حتى الجماع يتحول إلى عبادة، والطعام إلى عبادة، المباحات تتحول إلى عبادات بالنية، إنما الأعمال بالنية. قال: ما أطعمت نفسك فهو صدقة، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، وما أطعمت ولدك وزوجتك وخادمك فهو صدقة. طعمت جبت أكل لبيتك، إذا نويت أنك تحفظهم وتحميهم وتمنعهم عن سؤال الناس وتغذيهم مشان يتقووا هن كمان على طاعة الله، بالنية تصبح العادة عبادة. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بادلة عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة ما بقى غنى. وفي رواية: ما كان عن ظهر غنى. وفي رواية: ما ترك غنى. شو معنى ما بقى غنى؟ يعني أنت تتصدق وتبقى غنيا، هذا خير الصدقة. هذا في واحد يتصدق بكل ما معه فيصبح أولاده لا مال لديهم بسبب إنفاق أبيهم. لا، خير الصدقة أن تتصدق وأن تبقى غنية. أي نعم، واحد يقول هذا الجامع كله علي، أي جامع عم ينبنى؟ جامع زيد بن ثابت في دمشق أيام الشيخ عبد الكريم الرفاعي الله يرحمه، أظن أيام الشيخ عبد الكريم والده للشيخ ساري والشيخ أسامة. فقال نبدأ بالعمل، بدهم يعني المكان مختص وبدهم يهدوه ويبدوه ساووا بعدين عدة طوابق وكذا. فقالوا: طيب مين بده؟ يعني ما عندنا ممول. قال: نبدأ ونتكل على الله. عم يحكي لي مرة الشيخ ساريا، قال لي: جاءت امرأة صبور، قالت لهم: هذا المسجد عم تبنوه؟ قالوا لي. قالت: هذا كله علي، كله علي. الله أكبر، يعني عرف مسجد زيد في دمشق بالقرآن، اشتهر بالقرآن، اشتهر بإتقان القرآن. حتى الشيخ أيمن رجي سويد هو خريج جامع زيد، يعني الشيخ أيمن رجي سويد يحضر في طريقة اللي بيحصروا قديش مين قديش عدد اللي بيسمعوا الدرس، يعني بيحضر الدرس تبعه 200 مليون في العالم الإسلامي كله، فهو خريج مسجد زيد. طيب هاي لما دفعت هالمال بقي معها مصاري؟ بقي معها مصاري. قال: هاي خير الصدقة. سمعان يا شيخ إبراهيم، خير الصدقة ما بقى غنى، يعني ما أبقى غنى. وفي رواية: ما كان عن ظهري غنى. طيب ليه اسمع سؤال النبي عليه الصلاة والسلام الآن؟ قال: واليد العليا يعني المعطية خير من اليد السفلى يعني الآخذة. خير يعني أخير، يعني هذا اسم تفضيل لما بقول فلان أعلم من فلان، فلان أشجع من فلان. ليه شجعان؟
لكن في واحد نجح. كلاهما عالم لكن فلان أعلم. فلما النبي عليه الصلاة والسلام يقول واليد العليا خير من اليد السفلى، يعني اليد المعطية يد خير واليد الآخذة يد خير، لكن المعطية أخير. انتبهنا؟ لكن ما تعود العرب أن يقولوا كلمة أخير وأشر، فيقولون خير وشر. انتبهنا؟ أما هي أصلا اسم تفضيل. واليد العليا خير من اليد السفلى. وابدأ بمن تعود، بدك تنفق بلش بأهلك. ما بصير أولادك يكونوا فقراء. انتبهنا؟ تقول امرأتك أنفق علي أو طلقني. إذا أنت أنفقت كل مالك شو بدي لك زوجتها؟ هي ما كان عن صار غنى أو ما بقى غنى. تقول امرأتك أنفق علي أو طلقني، ويقول مملوكك الخادم اللي أنت مالكه أنفق علي أو بعني، ويقول ولدك إلى من تكلنا. لاحظ، لذلك أفضل الصدقة شو يا شيخ وسيم؟ ما بقى غنى، ما أبقى الإنسان غنيا وهو يتصدق في سبيل الله. وبإليه قال حدثنا، حديث بشكل سريع، حدثنا محمد بن كثير، بس مشان نختم الباب، حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن محمد بن عجلان عن المقبوري عن أبي هريرة قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أنه تصدق، دعا الناس إلى الصدقة. فقال رجل عندي دينار. هلا بيعرف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل ما معه شيء. فقال عليه الصلاة والسلام قال أنفقه على نفسك، دينار اللي معك أنفقه على نفسك. قال عندي آخر، عندي دينار ثاني، ما معروف دينارين ثلاثة. قال أنفقه على زوجتي، عشان كمان زوجته ما يعلم مع مرته بالبيت. قال عندي آخر، قال أنفقه على خادمي. ثم أنت أبصر، فأنت أعلم بظروفك وحالك، ثم أنت أبصر يعني بأمور أحوالك. قال حديث حسن أخرجه النسائي، وآخر دعوانا أن الحمد